مرحبا بكم، أنا جميلة بالقاسم وأنا تلميذة بالمدرسة الإعدادية بنهج الأندلس في الصف 9 أساسي 1، وهذه السيدة ابتسام الوسلاتي وهي أستاذتي باللغة الإنجليزية والتي اقترحت علينا القيام بزيارة إحدى مراكز التكوين المهني لذوي الاحتياجات الخصوصية، وكان من دواعي سرورنا قبول هذا العرض الذي تقدم لنا. وكان يوم الأربعاء 13 أبريل 2022 هو اليوم الموعود. حيث توجهنا إلى مركز سيدي سالم للتربية المختصة والتكوين المهني لذوي الاحتياجات الخصوصية، وعند وصولنا استقبلنا من قبل مديرة المركز ومجموعة من الأعضاء. وبعد ذلك قمنا بالتعرف على الأطفال والتحدث إليهم ومناقشتهم، فتفاجأنا بالأعمال اليدوية التي سبق وأن أعدوها ليعرضوها علينا، فكانت أعمال مختلفة منها تزيين وتلوين الفخار والخياطة ورسم على البلور والكثير غيرها، لذا اشترينا بعض منها لدعمهم. ومن ثم قمنا بخطاب مع مديرة المؤسسة، استفسرنا من خلاله عن مستقبل هؤلاء الأطفال والعديد من الأشياء الأخرى، وبينت لنا فيه أيضا أهمية إعانتهم ودعمهم معنويا أولا ثم ماديا. وهكذا انتهى يومنا التطوعي مع خزان من المعلومات الجديدة والمهمة، ومع مشاعر فخر وحب عند رؤيتنا للفرحة التي أدخلناها على هؤلاء الأطفال. وأود أن أشكر باسمي وباسم أصدقائي المؤسسة على المجهود المبذول وعلى توفيرها لنا سيارة نقلتنا إلى مدرستنا الإعدادية بعد انتهاء الزيارة.